بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله أوقاتكم كل خير وأهلا وسهلا بحضراتكم مع حلقة جديدة من برنامج الغبق الذي يأتيكم عبر شاشة تلفزيون قطر مباشرة على الساعة العاشرة يوميا وكل يوم نختار أنا أخوي سعد الموضوع طبعا بالتنسيق مع فريق العمل ونختاره لأنه يهم الشارع المحلي بشكل رئيسي وأيضا يلامس البعض منه مرحبا أخوي سعد يا هلا مرحبا فيك يا ابو علي ونرحب طبعا بكل مشاهدينا الكرام في هذه الامسيه الجميله اللي نتابعها على شاشه تلفزيون قطر وامسيه متجدده طبعا نفتح من خلالها نقاش حول قضايا مختلفه متنوعه لكنها في المحصله النهائيه هي قضايا تهم المواطنين والمقيمين على هذه الارض الطيبه. اكيد بسالك يا ابو علي ايضا موضوعنا الليله موضوع مهم، موضوع مؤثر، موضوع له تشعباته ولا شلون؟ <applause> كلامك صحيح اخوي سعد، اعزائي المشاهدين تفتح مواقع التواصل الاجتماعي تلقى الكثير من المغردين يشتكون من ارتفاع الاسعار. تجلس في مجلس هذا يعلق وهذا يعلق ارتفاع الاسعار. اه تقعد بيرك وبين عيالك معهم معاهم يا يبا الدنيا غاليه، القهوه غاليه، كذا غالي، كذا غالي. البعض توقع ايضا ان هناك ارتفاع في الاسعار بعد الزيادات التي تم الاعلان عنها. سواء في رواتب المتقاعدين او حتى في سلف الزواج او حتى المنح اللي تم اقرارها مؤخرا. صراحه شغل الجميع هذا الموضوع منذ الاعلان عن هذه الزيادات والجميع متخوف من رده فعل السوق وارتفاع الاسعار وهذا اللي خلانا اليوم نفتح هذا الموضوع. فعلا يا ابو علي وللاسف يا مشاهدينا الكرام هناك البعض ونكرر ونقول البعض صحيح نقول لأننا نعرف ان تجارنا ما, ما شاء الله عليهم فيهم الخير والبركه البعض من هؤلاء التجار يستغل فرص هذه الفرص لزياده الرواتب للمتقاعدين او اعاده الامتيازات الوظيفيه فيرفعون الاسعار خاصه اذا كانت الفرصه تتمثل في هذه الامتيازات اللي حصل عليها المواطن الموظف طبعا الامر يؤدي الى ان يعني الواحد يفقد الفرحه بهذه الزياده بقيمتها وبهجتها وحرام انه يفقد هذه الفرحه من خلال ايش؟ زياده الأسعار هذه. طبعا اعزائي المشاهدين حتى لا تحرق نار زياده الاسعار فرحه زياده المعاشات وعوده المنح والسلف راح يكون موضوع حلقتنا النقاشيه لهذه الليله الحديث عن دور الجهات الرقابيه في الدوله في من حصول مثل هذه الزيادات، لو كانت هناك ان شاء الله ما تكون، ولكن لو كانت ايش دور الاخوان في الجهات الرقابيه لمتابعه هذا الموضوع؟ طبعاً اعزائي المشاهدين قبل ما نبدا مع ضيوفنا راح ناخذ هذا التقرير ونرجع لكم ان شاء الله قرار زيادة معاشات المتقاعدين ترحيبا واسعا في الأوساط الشعبية لما له من أثر إيجابي في تحسين معيشة المتقاعدين ورفع قدرتهم الشرائية. ولحماية هذه القرارات الأميرية الهامة، يجب أن تتكاتف الجهات والمؤسسات المعنية والمجتمع لكي لا يصاحبه أي غلاء في الأسعار. اعتقد ان زياده اجور المتقاعدين ما راح تاثر تاثير كبير في زياده الاسعار هي خطوه ايجابيه بالعكس يعني صححت اوضاع الكثير من الناس اللي ما استفادوا من الزيادات السابقه او طلعوا على رواتب قليله بزياده رواتب المتقاعدين اتوقع انه راح يزيد الاجور والاسعار كلها زياده المتقاعدين بعدين مع الايام ترى بتزيد كل شيء عندهم يعني الاسعار بترتفع كل شيء يرتفع مع ارتفاع قيمة سلفة الزواج، هل ستزيد المهور؟ وهل سترتفع أجور صالات الأفراح؟ حالياً سلفة الزواج زادت لين وبسبب هذا هالشيء طبعاً أسعار صالات الأعراس بتغلى، والمهور بتزيد وكل شيء، والحين كل الشباب يبون يتزوجون في المجتمع القطري أسعار يعني تكاليف الزواج كثير كبيرة فهي بعد يعني هي خطوة ايجابية تساعد الشباب على الاقدام على الزواج يعني. بزيد القاعات اسعارها بتزيد المهور بتزيد مسؤولية لجم اي محاولة من التجار لرفع الاسعار. تقع تحت مسؤولية أجهزة الرقابة وحماية المستهلك والتي تتحوط عادة لمثل هذه الاحتمالات. هو لازم يكون في رقابة وتحكم في في تضخم الأسعار، المهور، غلاء المهور. يعني عشان ما يكون في تكاليف للزواج يعني. والله غلاء الاسعار انا اشوفها هي يعني خطوه تكون من المستهلك في البدايه اذا الشغله غاليه ليش انا اشتريها فهي مساله عرض وطلب اذا المستهلك عنده ثقافه ان انا امتنع عن شراء الاشياء اللي هي زادت اسعارها بشكل غير طبيعي اكيد راح تنقص على اساس الطلب الوزارات والحكومه طبعا مسؤوله ان هي تتحكم في هالشيء وما يصير تضخم زايد في الاسعار اذن المساله ترتبط بالواقع الاجتماعي ومظاهر التفاخر اكثر منه بمعطيات اقتصاديه علميه كما ان اي رفع للاسعار يبقى في اطار فردي لا يستند الى اي مبرر مما يوجب مواجهته من المستهلك عودة لكم أعزائي المشاهدين عودة لبرنامج الغبقة وعودة أيضا لموضوعنا الرئيسي لهذا الموضوع أو في هذه الحلقة حتى نقش بواقعية مع ضيوفنا الكرام أول شيء ودي بس فقط نشكر الضيافة يعني ما قصروا اليوم أبليكيشن ميت الله خير اليوم اختاروا لنا مطعم أرض كنعان جابوا لنا هالأطباق اللي أكل أكل وحلويات وقطايف وسندويتشات زهم الله خير ما قصروا أيضا الشوكليت اللي تشوفونه أيضا هذا من محل سويزرلاند وهدايا الضيوف اللي نقدمها بشكل يومي من محل شوبان للشوكولا والتمور اللي نقدم كل الشكر والتقدير. نرجع لضيوفنا اعزائي المشاهدين طبعا بدايه نرحب بالدكتور محمد احمد البوهاشم السيد مدير اداره التراخيص النوعيه ومراقبه الاسواق في وزاره التجاره والصناعه مرحبا دكتور مرحبا بك جزاك الله خير سعداء بوجودك معنا اليوم ايضا معنا السيد علي حسن الخلف رجل الاعمال ومحل اقتصادي مرحبا وسهلا فيك يا اهلا وسهلا وايضا معنا السيد عبد الله عبد العزيز الخاطر محلل وخبير اقتصادي ولا نستغنى عن تحليلاته وخبرته الاقتصاديه دائما يعطيك الف يعني عافيه مرحبا صح ان شاء الله <applause> في ساعة تفضل موضوع وايد حساس تفضل حساس حساس صراحه ده. وبالعكس يعني احنا متشرفين بضيوفنا الليله وراح طبعا الحلقه هذه راح تعكس كل الاراء وكل الاسئله يعني اللي تقريبا وصلتنا من خلال صحيح. يعني تواصل مع الجمهور ومع الناس. في البدايه طبعا الدكتور محمد احمد السيد، محمد احمد ابو هاشم السيد متشرفين باستضافتك وانت ما شاء الله عليك مسؤول وصاحب كفاءه والله يعطيك الصحه والعافيه. واكيد ما شاء الله صدرك مفتوح وعقلك مفتوح لتقبل كل الاسئله ان شاء الله اللي بتجيك من خلال هذا هذه الجلسه او هذه القبلة التساؤل الوحيد الان اللي يطرح نفسه، يمكن طرحناه في بدايه الحلقه انا والزميل ابو علي. الآن ما شاء الله في هذه الارض الطيبه واحنا كمواطنين وكموظفين وهذه الزيادات اللي صارت الان بالنسبه للسلف الزواج ما شاء الله من 100 الف ل 300 الف رجعت المنح رجعت صحيح. الامتيازات الوظيفيه هالامور هذه كلها كل الشباب كل الموظفين كل الناس يتساءلون هل راح تكون زياده بالنسبة للاسعار في في المواد الاستهلاكية في الاسعار في اسعار الامور اللي احنا نحتاجها في حفلات الزواج في الامور هذه كلها ليش تتوقعون هذه الزيادة في الاسعار كلها لان ياتنا الزيادات يعني يعني كيف تنظر الوزارة او من خلال طبعا رقابتكم على الاسعار في الاسواق عندنا المحلية الى هذا الموضوع بالذات والتساؤل اللي يطلع من الناس في البداية أول شيء أمسي عليك أخوي حسن وأخوي سعيد وعلى يعني الضيوف الكرام والسادة مشاهدين تلفزيون قطر ونشكركم هذه الاستضافة الطيبة طبعا إحنا في البداية نحب نوضح يعني قيام وزارة التجارة بدور أساسي من من تدفق المنتجات في الدولة سواء سلع أو خدمات توفير البيئة الخصبة لهذه المنتجات وتنميه الاستثمار في الدوله لتحقيق الاقتصاد المتين والقوي اللي يخرج فيه يعني اسم دوله قطر مثل ما نلاحظ احنا ان هي بيئه خاصبه وهي جاذبه بما بما يخص موضوع اسعار السلع اللي هي تشرف عليه وزاره التجاره والصناعه او تقوم بمراقبتها هي عباره عن السلع الاساسيه الاستهلاكيه تقوم بعمليات المراقبه ومتابعه اسعارها في جميع منافذ البيع يعني تقريبا احنا عندنا يعني اكثر من 80 في 80% من منافذ البيع نعم. نقوم على مراقبه ومتابعه اسعارهم وما يتم هناك عمليات زياده في الاسعار الا وفق ضوابط يحددها القانون على هذا الاساس يعني تتخذ فيها اليات ويعني للعمليات اللي تخص في تدفق السلع وال في منافذ البيع ما تكمن هذه الزيادة إلا بعد مراجعات مالية بشأن عمليات إذا كانت يستحقها من المورد إذا كان فيها تضخم أو كذا يلجأ لها يعني <تسأ segundati> هذه بالنسبة عن السلع الأساسية الاستهلاكية جميل <تسألت الأسلام> <تسألت> <تسألت> انتقل للسيد علي حسن خلف أنت رجل أعمال ما شاء الله ولك باع في السوق ولك اسم ولك حضور ما شاء الله ليش دائما نشوف دائما يقول لك والله التجار استغلوا الفرصة ورفعوا الأسعار التجار جشعين التاجر كذا مش الكل طبعا ولكن خلينا نفهم النقطة هذه كيف التاجر أو متى التاجر يرفع الأسعار خاصة مثل ما تفضل أخوي سعد والوضع الآن إنه في المهور أقصد تسهيلات الزواج المنح وكذا رجعت مرة ثانية فالناس خايفين منكم كتجار الآن نتكلم فكيف ممكن إحنا نوضح الصورة للناس طبعا يعني انا يسعدني ان اشارك في هذه القبكة الليله مع, مع أخوان اعزاء وايضا زملاء نتشرف فيك يا استاذ الله يطول عمرك نحن احنا عندنا مثل إيه؟ في قطر شو يقول؟ يقول شحاده كمسمار قال المطرقة. المطرقه نعم ايه يعني بشكل عام نعم. ارتفاع الاسعار ياتي من الخارج مش من مش من من الخارج لا اي من الخارج يعني من الخارج لان احنا دوله تستورد معظم احتياجاتنا الاستهلاكيه سواء كانت غذائيه او غير غذائيه فهذا امر واقع يعني ما ما نقدر نهرب منه في نفس الوقت يعني احنا ارتفاع الاسعار اللي الناس متخوفه منها الان على اساس انها صارت يعني بعض الزيادات او التعديلات في معاشات بعض المواطنين اللي هم متقاعدين متقاعدين نعم. وايضا هناك في بعض المكافآت او بعض السلفيات وغيره ارتفعت بشيء طبعا الـ الـ الاسعار اوريدي مرتفعه يعني هي اصلا هي الأسعار مرتفعه لذلك ادى الى قيام الدوله بتعديل الوضع. آه وضع المتقاعدين ووضع الشباب للحصول على سلفيات وغيره ف يعني احنا اذا نظرنا يمكن يصير يعني هذا وهذا السؤال استاذ علي يعني هل توقع انه يكون في زيادات اكثر بعد في الاسعار؟ لا 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 ما يعني هو اذا بيصير هذا التساؤل المطروح لا لا اذا بيصير بيصير شيء طبيعي احنا لا ننسى ان يعني او كما هو معروف في من الاحصائيات الارقام القياسيه يعني احنا يمكن الاسعار احنا عندنا والارقام القياسيه الاسعار السنوات الاخيره كانت يعني مستقره نوعا ما بعد ما كانت مرتفعه طيب انا بس بستوضح منك نقطه لما ذكرت موضوع ان من الخارج اي نعم هل تقصد ان يعني الشحن تقصد المورد إن لا, لا, لا 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 الان انت عندك خاصه يعني تعرف يجب ان احنا نضع في الاعتبار الارتفاع تكاليف الشحن كما تفضلت يعني الان بعد ما كان الكونتينر 20 فوت او 40 فوت 2000 دولار وصل بعض بعض الدول الى 8000 و10000 دولار من 2000 الى 10000 دولار اي <applause> نعم هذه وصل والسبب والله اسباب عالميه نذره في 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 يعني السفن ونذره يعني مثل ما ينظر تنظر على السوق الداخلي انه يعني يكون هناك في نذره وفي عرض اقل من الطلب يؤدي الى ارتفاع الاسعار. بعدين عندك ارتفاع اسعار السلع بحد يعني. ذاته نتيجه مثل ما هو حاصل الان الحروب م. في بعض المناطق يعني والمناطق والحروب يعني مستمره يعني هي أه ظاهره عالميه تعتبر ارتفاع الاسعار؟ هي طبعا هي آه. ظاهره عالميه يعني خاصه السلع احنا م. عندنا السلع طب ليش ليش دائما التاجر لما تساله يقول لك والله يا اخي الايجار عالي هذه احنا ما رجعنا الى الامور الداخليه احنا نتكلم من... هو آه نتكلم عن على, على الصعيد الخارجي ما بها حن... يعني... لا لا الحين الداخليه هذه بعد ايضا امور ثانيه <تصفيق> نعم <تصفيق> يعني هذه يجب ان نضعها في الاعتبار ايه نعم. ايه يعني يعني ضروري ها اي نعم هذه امر مهم جدا وهذا هاي نقطه اساسيه بنجيها ان شاء الله فلذلك يعني احنا نتكلم الان على الصعيد الخارجي هذه كلها. الخارجي انه في تاثير خارجي بسبب ندره السفن بعدين بعد في أمر آخر اللي هو مثلا يعني احنا في دولة قطر يعني ما زال السوق نسبيا صغير بالمقارنة مع الأسواق الثانية الدول الثانية تستورد كميات كبيرة لإعادة التصدير يعني يخزن في المخازن الموانئ وغيرها في الدولة يعني ما نبغي نذكر دول معينة ولكن في قطر إلى الآن تستورد إلى الآن هذا غير موجود بشكل جيد لان هذا انت لما تستورد كميات كبيره بيكون السعر اقل حتى الشحن بيكون اقل صحيح يعني لما يكون بدل ما انت تستورد كميات محدوده صحيح. فهذا امر واضح يعني صحيح. فبس يعني هذا يجب ان يوضع في الاعتبار وهذا لا اثر مباشر غير الاثار الموسميه هذه ارتفاع مؤقت وبعد لكن ذلك لكن يكنزلة. الاسباب الداخليه بنناقشها بعد شويه ان شاء الله الجوله <applause> الجايه استاذ الفاضل عبد الله الخاطر مارا. يلاحظ أن مؤشر أسعار المستهلك في قطر يرتفع بشكل شهري طبعا أبي أعرف نظرتك الاقتصادية طبعا حسب ما ذكروا في جهاز التخطيط والإحصاء أشاروا إلى مؤشر أسعار المستهلك ارتفع إلى 3.99 يعني تقريبا 4% طيب أبيك يعني أيضا ما أدري كتعقيب على الأستاذ علي الخلف اللي قال الكلام اللي قاله أو أنه بيكون لك رأي آخر؟ شنو او ما هي اسباب هذا الارتفاع؟ ولماذا هذا الارتفاع؟ وبشكل مستمر تفضل. يا مرحبا مساكم الله بالخير. يا هلا ومرحبا. و... الحقيقه الموضوع هذا خاص المرحله هذه فيه تداخلات كثيره الصراحه. يعني اذا احنا نتكلم عن موضوع التضخم بشكل عام فله اسسه خاصه بالنسبه للسيوله واداره السيوله وخاصه الكتله النقديه من وهذا مسؤول عنه المصرف المركزي وخلال المرحله الماضيه الحقيقه خلال السنوات الماضيه كان بالسالب <applause> عندنا الان ما بعد كورونا واسباب كورونا وتعطل الحقيقه كان هناك اعطال كبيره في شبكه النقل على المستوى العالمي وكان لها اثار سلبيه ايضا حتى المصانع وقدره المصانع انها ترجع تنتج على مستويات ما قبل كورونا ايضا ما كانت قادره بسرعه للاستجابه للطلب اللي يعني كان في اغلاقات ومن ثم عوده للطلب بشكل عام فما امد الحقيقه الـ الاقتصاد العالمي يتجاوب معه بشكل عام خاصه في الفتره الاوليه وفشفنا طبعا عوامل التضخم ايضا عوامل التضخم كبيره كانت في الولايات المتحده لان كان في ضخ سيوله كبير وصار في اشكاليه وما زالت الحقيقه يعني اليوم ارقام ارتفاع اسعار المنازل في الولايات المتحده 20% في شهر واحد فاذا احنا نتكلم عن 4% لازم ناخذ في الحسبان الاقتصاد العالمي في نهاية المطاف لأن طبعا إحنا نستورد معظم حاجاتنا ولذلك نستورد أيضا التضخم معه في نفس الوقت لكن في نفس الوقت طبعا النفط طلع فوق المئة ومئة وشويه مثل ما انتم عارفين وايضا الدولار الصراحه ايضا قوه يعني قوه بحوالي 20% ل 30% على بعض العملات خاصه مثل الين وغيرها ولذلك نشوف ايضا في الاستيراد في 4% او 3.9 لان ايضا القوه الشرائيه عندنا الصراحه ايضا تحسنت في الفتره اذا اسعار النفط كانت جيده وتحسنت وايضا القوه الشرائيه بالنسبه لنا ايضا تحسنت هذا بالنسبة طبعا الى احد جوانب الاقتصاد العالمي لان ايضا شفنا في ندره في الشرائح في ندره ايضا في البضائع ومن ثم لما الصراحه صارت الامور جدا جدا صعبه بالنسبه للتضخم على المستوى العالمي دخلت ازمه اوكرانيا على على الخط فرجعت رفعت الغذاء ورفعت ايضا الطاقه اللي هي اصلا المشكله الاولى ومن ثم طبعا شفنا تداعياتها علينا. في عندنا داخل طبعا في الاقتصاد الحقيقه الى درجه كبيره ما في صراحه عوامل تضخم بشكل كبير خاصه في المرحله الماضيه العقارات صارت مستتبه الايجارات مستتبه حلو المشاريع الكبيره تقريبا تمت ولذلك ما في طلب كبير داخل الاقتصاد على اساس يكون في عوامل تضخم جميل دكتور محمد نتكلم بصراحه شويه اليوم لما تروح اي سوق اي محل اي مطعم اي مكان مش الكل طبعا ما حد يزعل السعر <applause> عالي فاول شيء يبادر في الذهن يقول لك يا اخي وين حمايه المستهلك على الاسعار؟ وين وزاره التجاره على الاسعار؟ فدائما المواطن او المقيم لما يبي يستهلك اي شيء او يشتري اي شيء دائما حط في باله انه السعر عالي يا غريب وين وزاره التجاره عنهم ما ما ينزلون السعر. نعم. وهذا طبعا كنا نقولها وانا كنت اقولها بعد فتره من الفترات. ولكن فعلا السؤال يتساءل هل هناك غياب لوزاره التجاره ولا هناك في قانون ولا ايش الموضوع فيما يخص ارتفاع الاسعار وما تنزل يعني اوكي ارتفع انزل ما تنزل هل انتم لكم دور في هذا الامر منع ارتفاع الاسعار؟ هذا سؤال ممتاز احنا شوف يعني خلينا نتفق على يعني مبدا مبدا اللي السياسه اللي شغاله عليها دوله قطر ايوه هي من ضمن منظومه دوليه وبالشراكه مع او بعضويه منظمه التجاره العالميه هو اللي هو التجاره الحره، م. الاتفاق على التجاره الحره ومبدا العرض والطلب. اتزان العرض والتقاء م. مع الطلب. هني لو نلاحظ يعني يعني تدفق السلع وسلاسل الامداد الى الدوله تعرضت الى عده امور في السنوات القليله الماضية مثل ما تطرقوا الاخوان هناك ازمات اقتصاديه ثنتين مروا على العالم، ازمه جائحه كورونا. <applause> الازمه الجيوسياسيه الحرب الاوكرانيه الروسيه حلو. تاثر هذا على عمليات التوريد <applause> وسلاسل الامداد الى الدوله <applause> وانت دوله مستهلكه فبالتالي ارتفاع الشحن وغيره وخلافه والنقل والتخزين ومن الامور فتاثر على عمليات التضخم عندنا التضخم احنا نوعين اما يكون تضخم على العرض <applause> او انه يكون تضخم على الطلب الامور اللي مرينا فيها واللي تطرقوا لها الاخوان واللي انا ذكرت لك اياها الحين اللي هو تضخم على عمليات الطلب، عمليات العرب. العرض. العرض بالتالي ارتفع سعر التوريد وسعر العرض هنا. اما الناحيه الثانيه لما يكون في ارتفاع في او تضخم على عمليات الطلب، شلون يكون ارتفاع على التضخم على عمليات الطلب؟ لما يكون في قوه شرائيه. ويعني للمستهلك لما يكون عنده قوه شرائيه. وتد يعني ويتدفق ويقوم يطلب على السلع هذا بشكل كبير فبالتالي يكون هناك زياده طلب على المعروض طيب. فيصير هنا اختلال في التوازن ما بين العرض والطلب ويؤدي الى ارتفاع الاسعار. احنا دورنا كوزاره التجاره طيب. والصناعه بدوركم حيني. هذا الطلب هذا دوركم احنا دورنا كوزاره التجاره والصناعه عندنا كذا ناحيه نراقب فيها ونتابع عمليات الاسعار في الاسواق في دوله قطر من ناحيه السلع الاساسيه الاستهلاكيه ما في اي زيادات تصير على هذه السلع الاساسيه اللي يحتاجونها مواطنين ومقيمين في الدوله المنتجات الغذائيه الخضار الفواكه الاسماك السلع في ارتفاع ارتفاع في اذا كان على التضخم على العرض وليس على الطلب يعني انت كمورد او مزود او منفذ بيع بترفع اي سعر في هذه السلع الاساسيه لابد تشوف هنا اليه عمليه الارتفاع والموافقه عليها من قبل الوزاره هناك ضوابط واسس محدده وفق القانون تدخل في عمليات اللي هو يعني نفس التارجت حق العملية هل التوريد دكتور محمد معي نعطي مثال الان انا قدامي هالجوالين صح؟ نعم شلون ان هذا عليه موافقه وسعره عالي وهذا ما عليه موافقه وهذا سعره شو نعرف هل مكتوب شيء يبين أن هذا عليه موافقة وهذا لا نعم. إحنا نتكلم الحين عن السلع الأساسية الاستهلاكية إيه؟ اللي هي المواد الغذائية والمستلزمات الشخصية إيه؟ اللي في منافذ البيع الضخمة اللي في الدولة إيه؟ هذه أي مورد لو كان حاب أنه يرفع السعر يقدم الطلب هذا وفق آلية معينة وهي من أفضل الممارسات اللي موجودة حلو. لعمليات ارتفاع الأسعار هل عنده إشكالية في التوريد في الشحن في النقل في الطاقة في الوقود في التخزين في عملية صرف العملة يعني أنت ممكن تجيب من دولة الدولة هذه تبيع بالدولار لكن صار عندها خلل فارتفع عليها سعر الصرف هناك فيفرق معه الموضوع في التوريد يعني آه أي ارتفاع سعر اليوم نشوفه بموافقة من عندكم يعتبر إذا كانت على السلع الأساسية الاستهلاكية نعم إحنا عندنا الماستر فايل حق السلع الأساسية الاستهلاكية ونعرف يعني محددة عندنا أسعارها وتوريداتها بكل أمورها <applause> الشغله الثانيه قامت الوزاره بوضع نشرات يوميه للاسعار الخاصه بالخضروات والفواكه والأسماك ولا زالت طبعا ولا زالت الى ما الان, ما الان يوميا تصدر حتى لا يكون هناك في ارتفاع غير مبرر احنا طب الرفع آه هذا ما ينزل اللي اخذنا عندكم موافقه لان صارت مثلا مشكله في الشحن مثلا طيب اوكي انتهى الموضوع وصلت البضاعه وانتهت بتجيب واحده ثانيه بعد بيرتفع ولا ممكن ينزل خلاص عندها حد فتره محدده من هو, هو هناك انا ما قلت لك اليات الموافقه على ارتفاع الاسعار يعني انت لو قدمت على ارتفاع سعر ما تقدر تاخذ موافقه اخرى يعني الا بعد فتره زمنيه طويله لا يعني لا رفع السعر هل بعد ينزل ولا خلاص بيتم ارتفاع شوف هذا بعد سؤال مهم جدا احنا أن نتفق ان هناك السلعه تفرق في اسعارها ما بين منفذ واخر كل منفذ يعتمد على حسب قوته من ناحيه التسويق والقوة اللوجستية اللي أيه. عنده من ناحية التخزين وتوفير طاقاته التشغيلية وهو يقدر ينافس المنفذ الآخر بسعره احنا عندنا السعر النهائي على سعر للسلعة أيه. تمام صحيح. لكن هو ينافس تحت السعر هذا يعني مم. ممكن السلعة هذه إحنا نعرف أن سعرها مثلا على سبيل المثال 10 ريال هو المنفذ هذا يبيع بثمان منفذ آخر يبيع بست فهني تلقى في بعض الشكاوي، ليش هذا المنفذ يبيع بست وهذا المنفذ يبيع بثمانيه؟ اهم شيء ما يطوف العشر ان طاف العشر هذا عندنا آه. ما يطوف العشر، سي. فهو يتنافس المنفذ مم. مع الاخر، على فكره لو كان في سعر موحد هناك في حاله من الاحتكار لو كان السعر موحد نعم، هناك في حاله من الاحتكار وهذا يؤدي الى اتفاق بعض التجار الى الحد الاعلى للسعر، فبالتالي يكون هناك ممارسه احتكاريه وهنا تتدخل الوزاره لحاله هذا الموضوع ومتابعته والله معلومات اول مرة والله اعطيته معلومه جديده دكتور بس ب... 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 بنرجع لهذا الموضوع لانه فعلا في اسئله كثيره يعني نرجع للاستاذ طبعا علي بن حسن الخلف كرجل اعمال ما شاء الله عليك وتاجر ولك العديد من الامور المتعلقه بالتجاره تكلمت من شوي طال عمرك وقلت إن احنا ما نستورد كميات كثيره ولاعاده التصدير وهذه في زياده ال... الاستيراد راح يقل سعر البضاعة هذه أو الأمور هذه. طيب ليش ما يصير عندنا هذا الشيء؟ هذا في المقام الأول، أوكي؟ يعني يعني يساهم أيضا التاجر في هو ربحان ربحان وهذا رزقه من الله سبحانه وتعالى والتجارة عندنا في دولة قطر تجارة مفتوحة صح لا. ولا لا؟, لا. إذا لماذا لا يصير هذا الموضوع؟ ثاني شغلة هل فعلا الارتفاع أجار المحلات الباب الواحد ثلاثين ألف أو خمسة ألف أو خمسة ألف على حتى التجارات البسيطه يعني حتى الكافيهات طيب. الل اللوندري المعارض البسيطه الشوكليت والامور هذه كلها هل هي فعلا هذه احد اسباب ارتفاع الاسعار؟ طبعا هو العمليه اولا الى ما تفضلت فيه في البدايه اللي هي حجم الاستيراد نعم يعني ليش ما نوصل الى الحجم ايه؟ اللي يؤدي في حصول التاجر القطري على سعر مناسب طيب. يعني اولا هو ملتزم بحجم السوق بعدين في منافسه شديده يعني في السوق القطري كل من احنا ما نبغي يعني نطلق تسميه يعني لكن كل من يجي وخوض في في منافسه سوق. بين تجارنا المحليين القطريين ولا في السوق لا في السوق في السوق, السوق, السوق نفسه بشكل يعني. عام اي يعني انت الحين من يجي ويقط خيطه ويحدق على قولت القايل ما يعني مجال ما مفتوح للكل اي مفتوح هذا اللي هو شغال ب... زين هذا المجال متخ... مفتوح اسمح لي اقاطعك يا استاذ علي يعني اذا كان المجال مفتوح والمنافسه شديده مش المفترض تنزل اسعار صح لكن طيب. هذه بالعكس لأن بعض الاحيان هذيل هذيل الصغار يزعجون الكبار اللي ما يقدر يسأل يزعجه في طريقة استيراده طريقة توزيعه طريقة بيعه أيضا مواصفات السلع اللي يجيبون هذيلة يعني الالتزام يعني يجيبها بماركة معينة وغيره وهذه لكن بعد المواصفات يعني هي المواصفات مطابقة للقوانين ولكن النوعية تختلف عن السلع مش بهذيك الجودة يعني اللي, ب... اللي بعض كبار التجار طبعا يعني ب... بعض ال... ب... السلع هذه ال... هنا ما يجيب التاجر بهذا الحجم هذه من أحد الأسباب اثنين يجب أن يكون أنت عندك منظومة إعادة التصدير هي الع... إعادة التصدير يعني ليس بالعمل بال... السهل يعني يجب أن يكون هناك في نظام للتخزين في الحرم الجمركي أو الموانئ في قطر بخت... على اختلافها يعني سواء من حمد او من ارويس او غيره وليش ما يصير عندنا؟ الى الان النيه متجهه الى الان لم يتم يمكن موجوده الان لكن ليس كخطه بدل... استراتيجيه يعني لأن إيه طبعا هم هي وضعت المشاريع هذه سواء كانت المناطق الحره او المناطق اللوجستيه او الاقتصاديه على اساس ان تقوم بهذا الدور وتتكامل مع رجال اعمال متمكنين ايضا في نفس الوقت يعني هناك في عامل اخر اللي هو موضوع الرسوم المفروضه م. على آه الـ الـ آه هذا النوع من الاعمال بالمقارنه مع آه الدول الاخرى وسهوله اعاده التصدير هذه هي عمليه مهمه جدا يعني انت بس تقول انا عندي والله اماكن للتخزين للترانزيت لكن الاداره م. يعني لهذه الامور غير متوفره يعني المشاهدين إيه؟ اعتقد في الجزء الاول من هذا البرنامج اليوم يمكن تضحت بعض الامور فيما يخص موضوع سبب الارتفاع والدور ايضا وزاره التجاره بشكوره في الجزء الثاني راح نجاوب على احد على احد اصحاب محلات الافراح لما قال ارتفعت الان قيمه سلفه الزواج وينكم كلمة وينكم هاي معناتها إن في نية لرفع للبعض طبعا مش الكل نقولها في نية لرفع أسعار تكاليف الزواج بعد الفاصل راح نناقش هذا الموضوع بفضل حياة شكرا لارض كنعان شكرا لطبعا ابلكيشن ميز على هذه الضيافه الطيبه وضيفنا فيها ضيوفنا الكرام جزاهم الله خير اليوم طبعا متشرفين بوجودهم معنا في البرنامج وحاولنا في الجزء الاول مثل ما قلت لكم ان احنا يعني نوضح لنا ولكم اسباب الارتفاع اللي قاعد يصير نعم هناك تختلف الاراء تختلف توجهات النظر يقولوا كلام مقنع كلام مش مقنع ولكن هذه الحقيقه مثل ما شفتوها قدام عينكم عموماً اعزائي المشاهدين قبل الفاصل طرحنا سؤال مهم جدا وهو شغل الشاغل الشباب اللي مقبل على الزواج اليوم هل هناك ارتفاع متوقع لتكاليف الزواج؟ هل هناك فعلا نيه لبعض بعضها بين قوسين بعض يقولوا الكل احنا ما نتهم الكل نقول البعض ممكن يقول لك والله 300000 مضمونه فهذه تكلفه العرس 300000 ممكن هل هذا فعلا وارد استاذ عبد الله؟ يا <applause> محمد طبعا مثل ما الكل يتابع والزياده هذه اكيد اذا كانوا المقبلين على الزواج طبعا في المجتمع ومحاوله طبعا السير في نفس الاعراف وغيره الاحتمال انه يكون هناك يمكن طبعا زياده، لكن اذا كان فيه اداره للشان المالي بعض الشيء والتفكير فيما بعد حفله الزواج لأنه يعني بعد حفلة الزواج يجي الواقع ما المقصود الإدارة المالية؟ حد من؟ يعني بالنسبة لي طبعا المقبلين على الزواج ميه. يعني الآن توفرت لهم 300 ألف إضافية للرجل والمرأة 300 ألف أيضا نعم. 600 ألف أه يعني ميه. أبو علي أنت لا تقول الثنتين الحين كأن السعر عالي شيء بيطلعون أكثر <applause> طيب لكن على الأقل المفروض الآن يعني اجتماعيا صار فيه الحقيقة وعي صار فيه إدراك أيضا الكل يتكلم عن التضخم وتبعات التضخم علي أي ميزانية الكل يعرف ان الضغوط الماليه ما بعد والزواج. الزواج ما بعد حفل الزواج وتبعات الزواج ومصرية. الي اي مدي ايضا يكون لها ف... يعني كلنا مطالبين الحقيقة أنه يكون نظرتنا أعم شوية وأبعد شوية لما بعد حفل الزواج إيه بس أنا كتاجر نعم ما يهمني أنت شو بتسوي عقب الزواج أنا أهمني أن حين أخ... أنا أخذ فلوسي الحين لا طبعا في في جوانب معينه اليوم الدوله توفر ايضا صالات قاعات. و... نعم وصالات ما شاء الله يعني الحقيقه طخمة جداً. ايه صحيح. ولذلك اذا كان في جانب الصلاة وما الصلاة هذا طبعا موفر الان لكن اللي ظل موجود اللي هو قدرة الشخص أو مم. مطلب الشخص إلى درجة إلى أي درجة هو يعني يبغى يضيف جانب الرجال يبدو محدود إلى درجة طيب. أيضاً كلنا نعرف دخلنا بس طبعاً. مستغرب بس دكتور يعني يعني ليش هذا التخوف أولاً حتى السلف اللي مثلاً رجعت. نحسبها كم عددها مثلاً. مم. يعني حتى لو قلنا من 100 الى 300 بعدين حتى تعديل في رواتب المعاشات م. نشوف نسبتها يعني احنا كلنا على بعض نسبه بسيطه من عدد السكان نعم مضبوط والله صح وايضا المستفيدين نسبه بسيطه من عدد سكان القطريين من الجماعة. يعني ببقى. هنا مع ضخامه المبلغ لكن ما بيكون لها ذاك التاثير اللي هو يعني بتبقى. متخوفين منه لا, لا. يعني هذه إذا بتصير زيادات هي بتصير بهذا المبلغ أو بدون هذا المبلغ يعني لكن هذا المبلغ لا يعني أن مبلغ ما بيكون له تأثير في السوق كسيولة لا بيكون له تأثير في السوق لكن ما ما بيوصل إلى درجة أن نتخوف بهذا الحجم بس الحديث أنت يمكن نقلت إلى معدل التضخم العام إحنا الحديث عن في نفس القطاع في نفس الحفلات الزواج هذا آه نعم يعني اذا كان النظره الى معدلات التضخم بشكل عام طبعا لا لانه اصلا شريحه وهذا جزء من الشريحه وجزء ايضا جزء من الشريحه فاثره ما راح يكون لكن بالنسبه لنفس القطاع ونفس الحدث بيكون له اثر يعني في حفلات الزواج بيكون هو اكثر شيء تقريبا معليش دكتور ولكن اثر ما راح يكون الحفلات <تصفيق> <المبالغات> <تصفيق> في الحفلات النسائيه للزواج هني تصير المبالغات في الاسعار لا معروف خلينا نكون صريحين صراحه لكن... جانب الرجال <applause> جانب الرجال <applause> شويه محدود. رزيف شويه لحم ورز محدود محدود احنا هو المبلغ كله على بعضه سواء يعني مبلغ السلف وحجم السلف اللي بتأخذ بالاضافه الى الزيادات الى غيرها بالنسبه الى زياده يعني معاشات المتقاعدين خاصه اللي هم من 14 من 15 وزادوا اربعه صاروا 19 يعني هذيل المنتظرين هذه التعديلات يعني بفارق الصبر بس ما تزيد الاسعار يا استاذ علي عليهم المساكين لا, 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 لا لان هذه ما بتنخفض اولا هذين المتقاعدين يعني ناس عندهم تجربه يعني ما بيروح يعني مو شاب مراهق تقول هذا بيروح يعرف قيمة الدرهم يعني أو الريال عرفت في نفس الوقت يعني بيروح يسدد عليه التزامات هو اصلا هذه صح. ينتظر هذا المبلغ عشان عادي. اكيد هذا ما اخذ سلف وقروض من البنوك او من ان شاء الله لا يعني هذه حقيقه فلذلك ما بيكون لها ذاك التاثير يعني على يعني مش هي السبب الرئيسي ما بيكون ممكن. لها انا يعني ما احنا يعني ما يعني لا نمتلكها هذا كل شيء رئيسية نعم اي بس مش ذاك الـ الـ التاثير الكبير زي. على تسمح أسأل. لي تفضل بسمح لك بس عندي سؤال لك يا دكتور محمد فضل. ما عليه بتقول شيء قول تفضل لا لا قول زين انا قصدي ان في حاله يعني وصلتكم شكاوي طبعا انتم ما شاء الله يعني انت مدير التراخيص ومراقبه الاسواق نعم يعني تجيكم شكاوي مثلا من الناس بارتفاع الاسعار، السلعه الفلانيه، بعطيك مثال بسيط انا مثلا، انا تكلمت مره حتى ذاك اليوم في الحلقه، ابو علي يالس يبتسم ويضحك، <applause> عارف ان انا بقول السالفه هذه. يعني المواد الاستهلاكيه اليوميه العاديه، تذكر الأستاذ عبد الله رحت انا الجمعيه الميره باخذ خس وخيار وطماط وهالامور هذه كلها، ما لقيت خس محلك طري العادة انا اخذ الكيلو باربع ريالات بست ريالات، لقيت خس مستورد من بلد عربي الكيلو ب 18 ريال. يعني فهمت قصدي؟ يعني بتي شكاوي الناس، طيب نعم. إذا فعلا هناك مثلا مراكز تسوق، أسواق مركزية، فعلا صار فيها غلاء في الأسعار بشكل ملحوظ من الناس وجوكم توجهوا لكم بهذه الشكاوي، شنو دوركم هنا نعم. في وزارة طبعاً التجارة؟ احنا نشرف على الأسواق المركزية في دولة قطر من خلال تدفق الخضار والفواكه والسلع الأساسية لها والأسماك والمأكولات البحرية آه والتوزيع على منافذ البيع المختلفه في الدوله آه دور الوزاره هنا قامت بحزمه من الاجراءات والمبادرات للحد من الارتفاع غير المبرر خصوصا في شهر رمضان المبارك وانا اعتقد انك قلت لي رحت من ايام بسيطه نعم. وانت تدري الاقبال الكبير ومن الاستهلاك آه من قبل يعني المواطنين المقيمين خلال هذا الشهر الفضيل الوزاره بهال مع العلم رمضان يعني بس هي وجبه الفطور يعني مو ريوق وغدا وعشاء فطور وغبقه لا بس خلنا نتفق خلينا نتفق <تصفيق> على غبقه <applause> سحور بعد بس معليش <applause> نتفق على شغله ان كميه الاستهلاك في شهر رمضان على السلع الاساسيه الاستهلاكيه غير عن الاشهر العاديه نعم وقامت الوزاره هني باطلاق عده مبادرات مثلا على سبيل المثال مبادره اسعار السلع المخفضه نعم صحيح تقريبا اكثر من 800 سلعه بالضبط مخفضه وهذه بالشراكه مع منافذ البيع والموردين كبار الموردين ثبتت, نعم ثبتت اسعارها صحيح في رمضان نعم هذه يعني ادت الى استقرار اسعار السوق والا كان هناك بيكون في افراط في, في الطلب وبيكون في خلل و في توازن ولا زالت مثبته يعني, يعني وما حد هذه الاسعار أقل, اقل من التكلفه ذكرتني بعض في شغله إيه؟ فهذه احدى المبادرات، المبادره الثانيه مبادره دعم الانتاج المحلي من اللحوم الاغنام واللحوم الحمراء احنا اطلقنا مبادره ان فيها 30 الف راس من الاغنام اليوم وصلنا 25500 راس بيع لتاريخ اليوم وباقي الحين وفيها هذه عده استراتيجيات واهداف احنا حابين نوصلها اول شيء استقرار اللحوم وتدري الاقبال الشديد في شهر رمضان المبارك على اللحوم بشكل كبير للمواطنين المقيمين رقم اثنين دعم الانتاج الوطني والمحلي اصحاب العزب والمربين احنا بدينا المبادره هذه في فتره سابقه من عشر سنوات تقريبا ب 3000 راس انتاج محلي <applause> لين اليوم <applause> في هذه المبادره وصلنا البيع الى 21500 راس انتاج وطني ما شاء الله انتاج محلي حلو نعم. فهذا يعني طيب انا انا بقول لك ايضا تساؤل الجمهور يقول لك في بعض السلع اللي احنا نحبها ودائما متعودين عليها تختفي من السوق فجاه وترجع فجاه سبب غيابها وسبب حضورها بغض النظر عن المسميات نعم ولكن هي من أشياء الناس يحبونها بشكل يومي صحيح ومضاها مواد غذائية الآن دور الوزارة في هذا الموضوع وين؟ مثل ما قلت أنا في بداية الحلقة أهم استراتيجيات الوزارة اللي هو تدفق السلع إلى الدولة م. ومنافذ البيع المختلفة بأسعار مقبولة هناك يعني السلع هذه الأساسية والاستهلاكية مجموعات داخل المجموعة واحدة فئات أو أصناف يعني مثلا الغياب غياب الماده هذه م. هل تروحون للتاجر تكلمونه وين بأجي فيها فيها اي تفضل لما تكون هناك في سلعه مقطوعه بيكون لها اسباب هل هناك اسباب يعني اضطرت المورد انه يوقف استيراده لخلل مالي عنده هل هناك اسباب اقتصاديه في الدوله الدوله المصدره جيوسياسيه مثلا الحرب اللي صارت بين اوكرانيا وروسيا الوزارة اتخذت عدة وحزمة إجراءات وتدابير بشأن المخزون الاستراتيجي ورفع المخزون وما تأثرنا ولله الحمد اللهم وتوقيع عقود ضخمة وكبيرة هذه شيء شيء ثاني دول كثيرة تأثرت وتضررت الوزارة قامت بعدة إجراءات وتدابير في جائحة كورونا من فتح وتسهيل للموردين وكبار التجار صحيح. ودعمهم آه، تغليص او تقليل من الرسوم والرسوم الحكوميه يعني عده اجراءات وحزمه اجراءات آه، آه، اليوم آه، المؤشر القياسي لدولة قطر في الامن الغذائي آه، الاول عربيا و25 آه آه، عالميا الحمد لله ف... بس دكتور يعني 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 بس تاكيد للكلام اللي قاله اخوي ابو علي يعني ما في بعض التجار عشان ما يزعل علينا ابو علي يعني ما ممكن يكون في تاجر مثلا مثل ما يقول تنقطع هذه البضاعه بحيث انه يخزنها لفتره عشان يزيد اسعاره وبعدين ينزلها مره ثانيه يعني هل ممكن هل ممكن اكتشاف بعض هذه الامور طبعا احنا عندنا قانون قانون مكافحه الاحتكار الممارسات الاحتكاريه نعم نعم قانون ممارسات مكافحه الممارسات الاحتكاريه طبعا احنا نشوف التوريدات هذه والتخزين والتدفق السلع وعندنا ربط مع الدوائر الحكوميه بالكامل والجمرك ونعرف اللي دخل الى الدوله وسبب انقطاع السلع هذه <applause> طيب استاذ أه عبد الله ايضا كمحلل وخبير اقتصادي في في مطالبه بسن تشريع قانون لكبح جماح الاسعار هل انت مم. مع هذا التوجه لا الحقيقه لان نبي قانون المفضل المفضل من ارتفاع الاسعار هل ممكن لا طبعا لأن كل كل سلعة لها جودة، كل سلعة لها هيكلة التكلفة تختلف عن الأخرى، وأيضاً في ظروف مثل ما احنا نشوف الآن الظروف نفسها الحقيقة لا. تدفع، اثنين مؤشر الأسعار من أهم المؤشرات لتوجيه رأس المال، يعني أي شغلة بيرتفع فيها السعر شوية أو بيرتفع فيها المردود بيتوجه لها رأس المال ومن ثم يحل الاشكاليه لكن لو كان في حد للاسعار ظلت المشكله وتتفاقم مع الوقت لان ما في حد من اصحاب الاستثمار او الشباب يعني احنا اليوم نتكلم عن التجار كلمه تجار حقيقه انتهت من زمان يا جماعه اليوم اصحاب اعمال يعني ناس شباب اصحاب مبادرات مثل ما الكل يعرف يعني مش موضوع التجار الاول جالسين في الدكاكين ويبيع كرتونة وما شنو انتهى الكلام دي اليوم اليوم الكل يركض ويحط صحيح. راس ماله وتشوفونهم يخسرون ويسكرون محلاتهم والشباب يحاولون في مبادرات لذلك يعني كل محل مثل ما انتم تشوفون حتى في المطاعم اللي قد يختلف عن المطعم الثاني يختلف في الجوده يختلف في في الخدمه يختلف في حتى الديكور يختلف في المكان يختلف صحيح. في الايجار يختلف في نوعيه الناس اللي تخدم لذلك الحد من السعر يبطل اليات السوق جميل استاذ علي حسن خلاص ايه نعم أه مساء ذكرت وقلت عن ارتفاع اسعار ايجارات المحلات اللي تكون هي احد الاسباب الرئيسيه في ارتفاع الاسعار يا ريت بس تلقي الضوء على هذا الموضوع والله يعني هي مش قضية فقط ارتفاع أسعار الإيجارات يعني يمكن في السنوات الأخيرة استقرت م. نوعا ما يعني قبل عشر سنين كان هناك في إجبار لرفع الإيجار سنويا على المستأجر الآن يعني نتيجة لزيادة العرض أو لاستقرار العرض نوعا ما يلبي حاجة الطلب صارت الأسعار يعني ما عدا المحلات التجارية يمكن ما زالت يعني شوي. أما المساكن و هذه اصبحت بس طال معقولة. عمرك يعني اجار محل اذا اذا احد اذا شبابنا بس ما زال مرتفع معنا يعني اذا شبابنا مضبوط. مشاريع صغيره متوسطه صحيح تو إيه. ماخذ قرض من بنك قطر للتنميه إيه. او مثلا يعني يبي يبادر لاي تجاره اجار محل 30000 35000 طيب شلون بيغطي يعني. غير الموظفين غير المصاريف الاخرى مضبوط يعني مضبوط. طيب. يعني هذه يعني في كثير من المحلات يعني يعني طبعا ما أو في مجال من المشاريع الصغيره خاصه اللي هو مبتدئ يعني ما في مجال اسمح لي أقطع كلامك بالخير <applause> يا أستاذ يعني ما في مجال للحد من ارتفاع أسعار العرض العقارات العرض والأسواق العرض العرض زيادة طيب العرض ما في غير لأن أنت في سوق حر يعني ما تقدر أنت تفرض أسعار لأنها مربوطة ب قيمه الارض مربوطه بتكلفه الانشاءات في امور متعقده بعدين أمور عندك التراخيص نعم. ورسوم التراخيص وتاخير عاليه الترخيص. جدا يعني رسوم التراخيص هي مش قضيه بس عاليه, عالية التراخيص وانما تاخير <تصحيح> صحيح. يعني انت عشان تخلص موضوعك الان اصبحت <تصحيح> آه يعني آه تحتاج الى الكثير من الشروط سواء كانت شروط انشائيه شروط امنيه شروط امانيه شروط يعني احنا آه 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 مثلاً احنا عندنا في بعض النشاطات الدفاع المدني الكاميرات طيب. أمور وزاره العمل طيب. كثير من الجهات خل... غير وزاره التجاره بس وجود وزاره التجاره معنا السؤال الاخير صاد الدكتور محمد يعني الحين اذا رحت السوق تشوف اي مخالفه سواء كانت يعني في سعر سواء في نوعيه في كذا انا كمستهلك ايش المطلوب مني حتى اكون انا في يعني سيف يعني سايد او مثل في, في الامان. ايش طبعًا بطلب مني؟ ارتفاع السعر او انت لما تروح كمستهلك الى اي منفذ بيع من لك 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 حقوق في هذا المنفذ ان انت تشوف السلعه وتقيمها وتبي تشتريها هل هي مطابقه للحاجه مم. اللي انت تبيها او لا وتدفع قيمتها وتاخذ فاتوره على شرائها موضح فيها كل التفاصيل وفي حال اي خلل من هذه العمليه ايوه انت على طول ممكن تتواصل معنا احنا في وزاره التجاره الصناعيه عندنا الخط الساخن اللي هو 16001 عندك اللي هو منصات التواصل الساخن. الالكترونيه اللي خاصه بالوزاره يعني موقع الوزاره كل الرسمي طبعا طبعا بكل الحالات وعندنا أه طبعا موظفين قائمين على يعني موضوع التفتيش والرقابه يعني على مدار اليوم شد على الله بس اليوم بوجود التطبيقات اليوم ربة البيت جالسه وتشوف كل المحلات وتختار السعر اللي تبغيه لذلك في نهايه المطاف اهم الحقيقه سلطه سلطه المستهلك وهو اللي يختار حسب السعر طيب اعزائي المشاهدين كل الشكر والتقدير لمتابعتكم شكر وتقدير ايضا ضيوفنا الكرام شكر ايضا لابلكيشن ميز نلقاكم ان شاء الله في حلقه الغد وموضوع اخر شكرا لكم ونلتقي ان شاء الله في غبقه جديده ان شاء الله الجابله وموضوع جديد مع السلامه